بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، هناك فجر كاذب وفجر صادق. هذه الظواهر اكتشفت حديثا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأ عنها. دعونا نتأمل. نرى أمامنا صورة للفجر الكاذب، والحقيقة هذا النوع من الفجر هو عبارة عن انعكاس لأشعة الشمس بسبب وجود كميات من الغبار، وطبعا هو يظهر قبل الفجر الحقيقي بنصف ساعة تقريبا، ويمتد للأعلى بسبب وجود هذه الغبار التي تعكس ضوء الشمس. لقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الظاهرة وشبه الفجر الكاذب بذنب الذئب المرفوع. قال عليه الصلاة والسلام: الفجر فجران، فجر يقال له ذنب السرحان، وهو الكاذب يذهب طولا ولا يذهب عرضا، والفجر الآخر يذهب عرضا ولا يذهب طولا. والسرحان طبعا هو الذئب، فذنبه يكون مرفوع للأعلى. سبحان الله، يعني كيف فرق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن بين هذين الفجرين؟ إن هذا الحديث لا يشهد على أنه رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم.